أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، هل يقال في الصلوات المفروضة أم في النوافل فقط؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر ولا يزاد عليها شيء، يقال كبيرة ولا سبحان الله تصدوا أكبيرا، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يأتي بعدها بالاستفتاح. وأنواع الاستفتاح واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ، أصحها وأكثرها استعمالا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وفي تهجده الليل إذا قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حتى تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده الليل. كذلك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في بيان أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها طالب العلم، وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة في المجموع.